يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رفع القرآن في آخر الزمان هل هو قبل نزول عيسى عليه السلام أم بعد نزوله؟ لا، بعد نزوله. لو عيسى حين ينزل والإسلام موجود ويحكم به، يحكم بالإسلام ويعيش الناس على الإسلام، وإنما هذا عند قيام الساعة آخر شيء، حينما لا يبقى على وجه الأرض مسلم، يرفع القرآن وتهدم الكعبة ولا يبقى شيء، ثم تقوم الساعة والعياذ بالله. نعم.